طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في اليوم الثاني كان تكلمنا عن هو كان مقدرنا اللايف فيو بسبب المطر وكده. كان قلنا هنتكلم عن مهارات إعداد المادة التدريبية الإلكترونية. صوتي بالنسبة لكم واضح؟ صوت، نتأكد من الصوت واضح. طيب، كان قلنا بنتحدث عن إعداد المادة التدريبية الإلكترونية، ودي حاجة مهمة جدا للمدرب الإلكتروني، إنه يكون عنده المهارات بتاعة جمع الداتا وتنسيقها في شرائح كده. قلنا بنستخدم برنامجين، برنامج الويرد لنعلمك مهارات جمع المادة التدريبية وتنسيقها، بعد ذاك برنامج العروض التقديمية عشان تقدر تجهز المادة بتاعتك للعرض على بروجيكتر أو برنامج بتاع تعليم عن بعد. قلنا قبل ما نخش في موضوع الويرد، احنا دايرين نديك خلفية كده عن أنماط التعلم، عشان بعد ذاك انت قاعد تعيد في المادة التعليمية بتاعتك تكون خاطئة في الاعتبار، انه الناس دي لما تيجي تتعلم، لانه في النهايه هو التعليم عن بعد ولا التعليم التقليدي ولا التعليم الالكتروني، في النهايه يصل معلومه، صح؟ يصل معلومه، معناته انت عندك متدرب داير يستلم معلومه. الاستلام ده اي دور عنده طريقه بتاعت استلام مختلفه للمعلومه دي، بيسموها انماط التعلم، يعني الطريقه اللي بيتعلم بيها المدرب او الدارس. في بيسموها اساليب التعلم الفرديه، واي زول اي زول بيكون عنده اسلوب معين او اسلوبين بيقدر يتفاعل معاهم او يقدر يتلقى بهم المعلومه شنو المعينه. في نظريات كثيره للتعلم، من ضمن نظريتين دي الاشهر نظريتين، اللي هي نظريه بارك ونظريه ميمليتك. دي نموذجين مشهورين للتعلم. النموذج الاول بيكون من 4 طرق أو 4 أنماط بتاع التعلم. النموذج الثاني هو مبني على النموذج الأول، زاد على الأربعة دي 3 وبقاهم 7. بارك بيقول شنو؟ بيقول إنه يا أخي الناس بتتعلم يا بصريا يا سمعيا يا لفظيا، دي هي قراية وكتابة، يا حركيا. وقام سماها بارك، BARK. في زول تاني جه طور نظرية باركي دي تاني، واعتمد على حاجتين رئيستين، الذاكرة والرياضة، وزاد على الأربع ديلك تاني شنو؟ 3، اللي هما البصري والسمعي والحركي والشفهي والمنطقي والاجتماعي والفردي، بقوا كده 7. طيب، نيجي نشوفهم يعني شنو دول لما يكون طريقة نمط التعلم بتاعه بصري. يعني شنو؟ يعني بيعتمد على التعلم بتاعه بالبصر بالشوف، وبيحب استخدام الصور والرسومات والألوان والخرائط الذهنية. كده المعلومة كل ما كان فيها صور أكتر، خرائط ذهنية، معلومات، رسومات، بتقع له أو بتترسخ له أكتر، لأنه هو بيحفظ بعينه، ذاكرته بتحفظ بالعين. عندي إحساس عالي تجاه الألوان والمسارات والأماكن، يعني لو وصفت له بيت كده مرة واحدة ثانية بينساه، ولو قاعد يعاين في مثلا قاعد يقرأ بالدفتر وقام شال الهايلايت، تعرفوا الهايلايت اللي بيكون فيه اللون بالأصفر ده، عمل هايلايت على حتة، بعدين ممكن في الامتحان يتذكر اللون أكتر من يتذكر الكلام، وبعد اللون ده بيقوم بيتذكر المعلومة اللي هو كان عمل عليها شنو هايلايت. عند القدرة على تقديم الخطط والنتائج، بيحب الرسم واللعب بالألوان، بيمزج الألوان والملابس بشكل جميل. ده اللي هو منه، ده الزول البصري اللي بيتعلم بالنمط البصري. وزي ده لازم لما تيجي تعد لك مادة تعليمية تاخد بالك ليه، وإنك تحط له مخططات ألوان أشكال كده. النمط السمعي اللي هو ده بيتعلم بالسمع أكتر، ده بيحب إنه يستمع للمعلومات أكتر من إنه يشوفها، وزي ده بينفع إنه يتم تدريسه عبر الهاتف أو
اذا لقى له دوره كامله مسجله بالصوت زي بتاعه الانجليزي ديل، يدوك السي دي ومعاه الكتاب، او ممكن يستمع للشرح ويقوم يفهم طوالي. يلا زي ده بيحفظ بسرعة يعني، كان سمع له قصيدة كده مرة مرتين بتلقاه حفظها. بيحب الكلام كتير لأنه هو بدخل كتير، فبيقوم بيتكلم كتير. كل ما كان حسب الملل بيقوم بيشوف له واحد جنبه كده بيتكلم معاه كتير، يعني يكرر المعلومات بسرعة عالية عشان يحفظها. تلقاه ماسك الدفتر كده ويكورك بسرعة عالية زي ناس الخراوي كده، عشان بيحفظ بالتكرار. بيكون متوتر شديد في الضوضاء لأنه هو أصلا متعود إنه يحفظ ببصره يعني، فإذا كان في ضوضاء معناته هو هيكون شنو؟ هيكون متوتر. النوع اللي بعده اللي هو النوع اللفظي، بيحب يكتب ويقرأ. يعني زي ده في المحاضرة لازم يكون شايل معاه دفتر، كان ما كتب المعلومات ما بيقدر يحفظها. بيحب القراية والكتابة وبيحب يعبر عن نفسه كتابة. زي ده لازم لما تيجي تعمل لك مادة تدريبية تدي واجب بيكتبه أو تدربه على حاجة فيها الكتابة والقراية. بيمتلك مفردات ضخمة ومعانيه لأنه بيقرأ كتير، عنده موهبة صوتية عالية. النوع اللي بعده اللي هو الحركي، ده بيتحرك كتير، بيحرك يدينه، بيتفاعل بحركة بعيونه، بتعابير وشه، بيدينه، بيستخدم جسده في التعبير. بيحب الرياضة وغالبا بيكون بيتخصص في نوع من أنواع الرياضة. بيحب يتعلم من تجربته الخاصة، أي حاجة لازم يخوضها هو يجربها، عشان كده زي ده لازم تدي تدريبات وتمارين عملية. بيفضل التواصل من خلال اللمس، التقدير والتشجيع اللمسي، يعني تقول له برافو شغل جميل، تسلم على يده أو تربد على كتفه كده المعلومة بتصل له بصورة شنو؟ بصورة أسرع. النمط المنطقي ده زول لوجيكال، هي حاجة عنده يا عن طريق المنطق أو الاستنتاج أو سيستم، حاجة كده جاء يعني منظمة. بيدعى دائما للتحليل ومعرفة أسباب كل ما يحدث حوله، يعني زي ده لو لاقاك في دورة تدريبية عشان تغير سلوكه مشكلة، لأنه هو دائما دايرك تديه الأسباب وحيث أن كذلك ثم لو، ولازم يكون كلامك منطقي وبأرقام وبحسابات معقدة جدا وبنظريات. اي حاجة بيحب يخطها في جداول وقوائم منظمة كده بشكل مهام، ومن الصعب جدا انك تغير في سلوكه او عاداته. بينزعج جدا اذا كان في فوضى او في حاجات ما مرتبة، عشان كده زي ده لازم تشجعه وتغرس فيه الصيغة انه يا اخي الحياة دي ممكن تتعامل منطقيا. النمط الاجتماعي ده بيحب يقرأ في مجموعات مع الناس كلهم مع بعض، عنده مرونة عالية جدا، بيتقبل الآخر، بيتمتع بذكاء اجتماعي، وبيحظى بشعبية لأنه هو ذو مرح يعني حنكه سنين زي أقول. بيستمع للآخرين وبيشعر بهم وبيحب إسعادهم ومساعدتهم. هو بيحب إنه يكون قاعد مع جروب، يعني يقرأ أز جروب، يشتغل أز جروب، يتفاعل أز جروب. يعني كده في الدورات التدريبية مرات بيعملوا أنشطة بيقسموا الناس فيها لمجموعات، عشان النوعية زي دي تلقى شنو؟ تلقى البيئة بتاعت التعلم. عندنا نوع تاني اسمه النمط الفردي، ده عكس الاجتماعي، أي حاجة داير يقراها براو بس ينقفل كده على نفسه. يحب يقرا براو بالانفرد، مشروع يشتغله براو، عنده قدرة جيدة على التركيز لأنه أصلا بيشتغل براو، يعني بيشتغل على نماذج محددة ومفهومة. بيقضي معظم وقته براو لمفرد، يعني لازم يكون هادي عشان يركز عشان يقدر يشتغل. ما يعني ما يعني الزول اللي بيشتغل مع الجماعة ذاك بيكون متعود على الجوطة والرأي الآخر. ده برضه صعب التعامل معه في الدورات لأنه بيكون منغلق على نفسه، ما بتقدر تفهم منه إنه هو فهم بسرعة، ما فهم الحاصل فيه شنو، ما بتقدر تفهم. يا ليت لازم تخط الأنماط دي كلها، اللي هو انت عندك نمط بصري
زول بيشوف بعينه، لازم تخط له صور واشكال. عندك زول بيقرا او بيتعلم بسمعه، لازم يكون عندك اصوات وتوصل المعلومه بصوره كويسه. عندك زول بيتعلم بالمنطق بس، عندك زول بيتعلم في جماعه، عندك زول بيتعلم حركيا بالتعابير بلغه الجسد. في كل أنماط لازم تحطها في اعتبارك وانت قاعد تعيد في الماده التدريبيه. عشان تقدر تجمع الماده التدريبيه دي بتستخدم محرر بتاع نصوص، ومن اشهر محررات النصوص اللي هو محرر النصوص ويرد، عشان كده احنا مستخدمينه في الدوره دي، وبتعد بيه والحقيبه التدريبيه بتاعتك. بعد ذاك ممكن تدرس بها دوراتك او تديها للناس بعد ما تنسقها وتعدها طبعها او تحولها لصيغ اخرى بتاع PDF وهكذا. بنستخدم برنامج محرر النصوص ويرد، قلنا ده من البرامج المتخصصة جدا بالنسبة لتحرير النصوص. انا شغال بالنسخة ويرد 2013، انت ممكن تشتغل ب10 او 13 او 16 او 19، كلهم قريبات لبعض، لكن اقل من كده 2007 بيكون في حبة مشكلة في الزيمس. يعني دي الواجهة الرئيسية للويرد، دائما بيكون فيها شاشة ترحيبية. والويرد 2013 جات فيه ميزة بتاعت القوالب، يعني بتدوب قوالب جاهزة انت ممكن تستخدمها، او ممكن تستخدم بلانك دوكيمنت صفحة ويرد. اذا انت مبتدئ، فانت اخر تبدا بالبلانك دوكيمنت، بعد ذاك ممكن بعد ما تتمرس كويس تقدر تشتغل على القوالب الجاهزة. الملف بتاع الوير دايما بيسموه مستند او دوكيمنت، والملف بتاع الاكسل بيسموه شيت او كتاب بوك، والملف بتاع الباوربوينت بيسموه برزنتيشن او عرض تقديم، وهكذا. ملف الصوت بيسموه ايديو ام بي 3 وهكذا. فانت احنا قلنا عندنا خطوتين اساسيات لما تيجي تفتح برنامج بتاع وورد او باوربوينت او اكسل او كده. الخطوه الاساسيه الاولى انك تحفظ طوالي الملف بتاعك باسم معين، فانك تمشي من فايل تقول له سيف، ده في الحفظ لاول مره، او سيف اد اذا انت عايز تحفظ الملف بنسخه تانية. السيف بنستخدمها لما نجي نحفظ لاول مره، او اذا عايزين نعمل ابديت على المستند ذاته، تعديلات في المستند نحفظه. لكن السيف از زي تغير اسم، تعمل نسخة اخرى باسم شنو. فهنا هنحفظ الملف بتاعنا ده باليوم الثاني، تكتب مسار اسم الحفظ، تعمل سيف، بيجيب وتلقاه طوالي في شريط التايتل بار. عندنا هنا شريط اسمه شريط التايتل بار او شريط العنوان، ده اول شريط بيلاقينا في الوورد. في اقصى اليمين ممكن اعمل كلوز او اصغر النافذة، اكبرها، اعمل مينيمايز للنافذة في سطح المكتب. خنساء اخيرا انضمت لنا، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. لا مشكلة. طيب قلنا أول شريط عندنا بلاقينا في برنامج الويرد هو شريط التايتل بار أو شريط العنوان. في أقصى اليمين هو الكلوز المينيمايز ماكسمايز. في أقصى اليسار الأيقونة بتاعت الويرد دي برضو كان ضغطت عليها دبل كليك بتكفي الويرد. الديسك ده للحفظ، الأسهم دي للتراجع عن الحاجة اللي أنت عملتها. طيب في 2013 ظهرت لي حاجة اسمها التاب. زمان كان في الإصدارات القديمة عندنا القوائم، يقول لك قائمة فايل لما تضغط عليها تجي قائمة مسدة، قائمة انسيرت لما تضغط عليها تجي. هسه بقت تفتح لنا بشكل تاب أو تبويبة. التبويبة تفتح بالعرض، مهم فيها مجموعة من الكوماند. الكوماند دي مقسمينها لجروب أوف كوماند. مثلا عندنا جروب أوف كوماند عند اسمه فونت، ده متعلق بنوع الخط، حجم الخط، تكبير الخط وتصغيره، لون الخط، عمل تأثيرات على الخط، مثلا نعمله بولد، سميك، مائل، اندرلاين. عندنا جروب اوف كوماند اسمه باراجراف، ده انك تعمل
ترقيم للخط، ترقيم الخط نقطيا او رقميا، المحاذاة تحت الخط في السنتر، على اليمين على اليسار، المسافات بين الاسطر تضبطها، الدايركشن بتاع الصفحة هل يمين ولا شمال تجاه الصفحة، يكون لها في الجروب كوماند او ثلاثة. اذا احنا في الاضافات الجديده الوورد الحياه بتاعتنا بقت مقسمه لتاب، اي تاب تضغط عليه وبيجيك جواه مجموعه من الكوماند، كوماند دي عشان تقدر تصل لها بسرعه مقسمه لجروب اوف كوماند، يعني مجموعات بتاعت اوامر. انت بعد ما تكتب النص بتاعك بتجي تنسقه او تعمل له فورماتنج عن طريق هذه التاب. طيب عندنا الشريط بتاع التاب ده ممكن اتحكم فيه واخفيه او اظهره، يعني مثلا الهوم دي اذا ضغطت عليها دبل كليك بتخفي لي الكوماند، بتظهر لي فقط التاب، اذا ضغطت عليها دبل كليك تاني بتظهر لي الكوماند والتاب. عندي هنا زر بتاع خيار اسمه ريبون ديسبلاي اوبشن، فيه 3 خيارات، يا اما اخفي التاب والكوماند نهائيا، يا اما اظهر التاب فقط، يا إما أظهر الكوماند والتاب مع بعض. بعد ذاك عندي شريط بتاع المصدر الرولة على اليمين وعلى الأعلى، ده ممكن أظهره أو أخفيه من البيو. في البيو في التاب اللي اسمه بيو عندي جروب اوف كوماند اسمه شو، عندي حاجة اسمها الرولة إذا ضغطت عليها بتختفي، إذا ضغطت عليها شنو بتظهر. بعد ذاك بجي أكتب المحتوى بتاعي. نحن قلنا الخطوة الأولى إنك تحفظ المستند، الخطوة الثانية إنك تحدد إنه اللغة الأساسية في المستند دي شنو؟ هل عربي ولا إنجليزي؟ اللغة الأساسية اتجاه الصفحة عربي ولا إنجليزي؟ إذا كان أنت لا تكتب عربي ومعه كلمات إنجليزية ما مشكلة، لكن اتجاه الصفحة العام بيكون شنو؟ عربي. فأنا في الحالة دي بمشي للباراجراف، عندي حاجة اسمها الدايركشن، يا إما أختار رايت تو ليفت دايركشن، يا إما أختار ليفت تو رايت شنو دايركشن. بعد ذاك حابدأ أكتب على المستند بتاعي، تمام. عندي حاجة اسمها الكيرسل، ده ممكن أحركه عن طريق الماوس، أضغط كليك بعد كلمة الله أوقف الكيرسل في البداية، أضغط كليك أوقف الكيرسل في البداية وهكذا. عايز أحذف للخلف بحذف عن طريق الباك سبيس، عندي زر اسمه باك سبيس موجود في على اليمين في الأعلى. عايز احذف للامام بحذف عن طريق الديليت. عندي ازرار في الكيبورد، زر اسمه هوم بيوديني لبداية السطر، زر اسمه اند بيوديني لنهاية السطر. عايز انزل سطر جديد بنزل عن طريق الانتر. بعد ذاك بقدر اكتب، كل ما انتهيت من حاجة بضغط شنو؟ انتر انتر انتر. طيب عايز احدد الكلام بتاعي اللي كتبته ده اظلله عشان اقدر اشتغل عليه، اذا ضغطت دبل كليك في كلمة معينة بدين تظليل الكلمة المعينة دي، ضغطت 3 كليك مع بعض بدين تظليل سطر كامل، بديني طوال امكانية التعديل في نوع الخط، حجم الخط، تكبير او تصغير الخط، عمل الخط بخط بولد مايل اندرلاين، عمل اختيار لون الخط، اختيار لون خلفية للنص، ترقيم النص وهكذا. انت عشان تيجي تكتب المحتوى بتاع الدورة بتاعك عندك خيارين، يا يعني الدورة دي تكون موجودة في كتب او كلام مكتوب باليد وتجي تنزل وتطبع وتباع على الويرد، او انت بتجمع معلوماتك من الانترنت فبتبحث في الانترنت عن الموضوع المعين ده وبعد ذلك تيجي تعمل لك كوبي بيست تاخده في الويرد بتاعك. يعني هنا هنجرب كل الطرق دي، يا اما تطبع بيدك يا اما تبحث على الانترنت. مثلا انا اقوم افتح الانترنت على جوجل، اكتب مثلا في شريط البحث الرخصة الدولية
لقيادة الحاسب الآلي. طوالي بيجيب لي سجستيف، بيجيب لي اقتراحات، داير ابحث عن الرخصة الدولية، ضغطت انتر، جيب لي مجموعة من النتائج. مثلا هنا جاب لي 144,000 نتيجة في 50 ثانية فقط. النتائج دي مقسمة لكل النتائج، سواء كان روابط ونصوص وصور، أو ممكن تقول له أنا عايز الصور بس حول النتيجة المعينة، أو الفيديو بس حول النتيجة المعينة، أو الأخبار حول النتيجة المعينة، أو في مزيد من الفيلتر. بعد ذلك بتختار النتائج بتاعت البحث بتاعتك، تختار منها النتيجة المعينة، ولازم تبحث في أماكن موثوقة، يعني المنصات اللي بتبحث فيها ما تبحث في أي مكان. الويكيبيديا دي مثلا البحث فيه ما موثوق فيها 100%، لأنها هي موقع مفتوح التعديل، ممكن أي زول يجي يعدل في المعلومة اللي أنت كاتبها، لكن لازم تبحث في حتة كده يكون موثوق فيها تقدر تلقى فيها معلوماتك. دائما أي حتة أمشي للمصدر بتاعها، عايز تبحث عن برنامج أمشي لموقع البرنامج المعين، عايز تبحث عن حاجة أمشي لمصدر، شنو لمصدر الأساسي. عندنا برضو ملهمة انضمت لنا، مرحبا بك يا ملهمة. انضمت لنا مؤخرا. طيب عندنا هنا أدوات للبحث برضو موجودة في محرك البحث. ملهمة نعمل لك كتم للصوت يا ملهمة عشان ما تزعجينا. طيب عندنا في محرك البحث جوجل عندنا حاجة اسمها أدوات أو تول. الأدوات دي بتبحث بيها بحث أدق أكتر، يعني مثلا الأدوات دي فيها أي لغة، يعني إذا تبحث بيها لغة أي وقت داير عملية البحث بتاعك دي، النتائج اللي بتظهر دي تكون في آخر ساعة مضى، آخر 24 ساعة، آخر أسبوع، آخر شهر، لما ما يجيب لك حاجات قديمة. لا تبحث حرفيا ولا جميع النتائج، بكل أدوات بتاعت شنو بحث أنت ممكن تستخدمها في البحث بتاعك. اخترنا مثلا النتيجة الأولى للبحث، قال لي ايرور ما في شيء. الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ده ادينا فيها تفاصيل. الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL هي برنامج عالمي رائد لاعتماد مهارات الكمبيوتر للمستخدم النهائي. داير أظلل، بقوم بجي أجيب في الكيرسر على الكلمة وبضغط كليك، أنا ضاغط على كليك، بمرر لليسار، بظلل الكلام اللي أنا عايزه، بضغط رايت كليك كوبي. بعد ما عملت كوبي بجي ليه ملف الوورد بتاعي واضغط رايت كليك. يلا عاين في الوورد، في الوورد البيست ده بقى فيها اوبشن، 3 اوبشن في عملية اللصق. يعني انا هناك عملت نسخ، هنا بجي اعمل شنو لصق، يا اما اعمل لصق للكلام زي ما هو بالفورماتنج بتاعه كامل، يا إما أعمل ميرج للفورماتنج دمج، يا إما أجيب النص فقط من غير أي شنو، من غير أي فورماتنج، كيب تكست أونلي، إنه بس أنسخ لي النص من غير أي فورماتنج. كده أنا قدرت أجيب حاجة من الإنترنت وأعمل لها شنو، أعمل لها بيست على، أعمل لها بيست على الوورد بتاعي. هنا كنا فاتحين دي،
داني الرخصة الدولية، ما هي الرخصة الدولية لهذا الحاسب الآلي؟ يلا دايرين نعرف المحاور الأساسية للرخصة الدولية، اللي هي المفاهيم الأساسية لتقنية المعلومات، استخدام الكمبيوتر، تنظيم الملفات، معالجة النصوص. دي دار انسخها، بقوم بجيب قصاد أول واحدة وأضغط كليك وأجر على تحت، أظلل كليك وأنا جاري على تحت، بعد ذاك أعمل كوبي وأجي للورد بتاعي، أنزل سطر جديد أقول محاور الرخصة نقطتين، يلا أعمل رايت كليك. إذا قلت له بس الأولى هيجيب لي بيه الفورماتنج بتاعه، بس الأخيرة هيجيب لي من غير أي فورماتنج، لكن كان لاحظت جاب لي على شنو؟ على اليسار، وأنا أصلا الدايركشن بتاعي عربي، فهقوم أظللها من الأسفل للأعلى أو من الأعلى للأسفل، وأقوم أضغط على الدايركشن يكون رايت ليفت، طوالي هيجيب لي على اليمين، لكن الأرقام دي كان لاحظتها لأنها مكتوبة كتابة ما مرقمة ترقيم، جاتني ما مظبوطة. دي عيب الزول لما يكتب الأرقام كتابة ما يستخدم الويرد في الترقيم، زي ما حنجي نشوف بعد شنو بعد شوية. هنا برضو جات مسافات بين الكلام، ممكن أمشي عليها وأحذفها بالديليت، أضغط فيها كليك وأحذفها بالديليت. دي المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. مهم، عندك أي مداخلة ولا ده المايك اتفتح براو؟ طيب انتوا معايا يا شباب لحد الآن؟ معاي؟ طيب الحاجة الثانية عايزين نشوف إذا مثلا إحنا عايزين ننزل صورة من الإنترنت ونستفيد منها في الشغل بتاعنا. أنا هنا مثلا برجع للبراوزر تاني وأقول له أنا عايز النتائج لكن في شكل صور، يجيب لي الصور الموجودة في الموضوع المعين ده. جيت اخترت الصورة دي، ضغطت عليها كليك، فتحت لي بشكل أكبر، بيديني لها تاني خيارات كمان في الأسفل هنا يكون لها صور. بقوم بضغط على رايت كليك وبختار حاجة اسمها سيف ايميج از، احفظ لي الصورة دي في كذا. كوبي ايميج ده ممكن برضو تعمله اذا عايز تنسخها في الوورد مباشرة او برنامج بتاع رسام او PowerPoint مباشرة، لكن من الأفضل إنك تحفظ الصورة على الجهاز أول، مثلا في سطح المكتب، بعد ذاك تجي تنزلها على البرنامج المعين. أنا كده خلاص حفظت الصورة دي، عملت لها سيف أز ديسكتوب، ولازم أتأكد إنها اتحفظت أز جي بي إي جي أو جي بي جي أو جيف، يعني مسار صورة. بعد ذاك بجي ليه الورد بتاعي، بجيب في المكان اللي انا عايز انزل فيه الصوره، الكيرسر لازم اتاكد انه واقف في المكان اللي عايز انزل فيه الصوره. بعد ذاك امشي لانسيرت واقول له انسيرت بيكتشر، وامشي على سطح المكتب ديسكتوب، اشوف الصوره بتاعتي اللي انا نزلتها، اذا ما ظاهره بكبرها هنا باللارج ايكون، واضغط على كليك واضغط انسيرت، طوالي هينزلها لي على ملف الوورد بتاعي. مما انزل الصورة بتظهر على نقاط بيضاء في الاركان ده، انا اذا مررت على الماوس وضغطت كليك ممكن اكبر الصورة، اضغط كليك واسحب للامام وللخلف كده بيكبر لي الصورة او شنو او بيصغرها. عندي هنا برضو سهم دائري ده يخليني اغير اتجاه الصورة او اشقلبها. مما انا ضغطت على صورة كليك برضو بيظهر لي تاب جديد
اسمه بيكتشر تول ده، انا عن طريقه عندي حاجه اسمها البيكتشر ستايل، ممكن اختار ستايل معين للصوره بتاعي، فريم للصوره بتاعتي، ممكن اغير احذف الباك جراوند بتاع الصوره، اغير في الاضاءه، في اللون، في كل حاجه عندها علاقه بالصوره. طيب انا لاحظتها في الملف الويرد ده، انا عايز احرك الصوره دي، جبتها هنا، جبتها فوق هنا، تمام. دي حركه بالشنو بالماوس، بضغط على كل بجرها. لكن عندي تاني حاجه هنا اسمها البوزيشن او موقع الصوره، انا ممكن اغير موقع الصوره عن طريق الاداه بوزيشن، اني اخدها في الركن في الاعلى او على اليمين او في المنتصف في الاعلى او في الاسفل وهكذا. بعد ذاك ممكن اجر اغير مكان. هسه كان لاحظت انه انا جبت الصورة على اليمين، قام النص طوالي بقى على شنو؟ على الشمال. نزلت الصورة للاسفل، النص بقى في الاعلى وعلى الشمال. دي علاقة الصورة مع النص، دي انا ممكن برضو احددها عن طريق اداة اسمها والراب تكست، انه انت عايز تكون علاقة الصورة مع النص كيف؟ انه الصورة لما تكون موجودة النص يكون اعلى لها واسفل لها والجنبات، ولا بس يكون في الاعلى وفي الاسفل فقط، بالجنبات هنا يكون النص ما في. اذا جبت الصورة تحت النص بس يكون يا اعلى يا اسفل شنو الصورة، او ممكن يكون النص فوق للصورة، فوق الصورة، او ممكن يكون الصورة فوق للنص، تمام. لكن أفضل حاجة إنه النص يكون أعلى وأسفل الصورة، أو النص يكون بجنبات الصورة. ده إذا عايز تكتب مقال أو عايز تكتب ديسكريبشن عن شنو، عن صورة معينة. لكن الديفولت إنه طبعا النص يكون أعلى وأسفل شنو الصورة. إذا عايز أنا أستخدم صورة كلوجو، مثلا الصورة دي زادة ده أنسخ منها نسخة تانية، بضغط على كنترول، وأنا ضاغط على كنترول بلقى إنه الماوس بتاع الصورة بقى فيه بلس أسود، صح؟ طوالي بضغط كليك وأسحب، هيعمل لي نسخة تانية من شنو؟ من الصورة دي. بكون بصغرها، بحطها في اليمين، وبصغر دي بحطها في اليسار. كده انا عملت زي اللوجو للمستند بتاعي. كده ممكن اخلي انه الصورة يكون النص على يمين او يسار، ودي برضو يكون على يمين او يسار، عشان شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دي تكون شنو في المنتصف، اعمل لها التكست دايركشن بتاعها في المنتصف، بعد ذاك يجي الكلام في الأسفل هكذا. طيب كده أدرجنا صورة وقدرنا نعدل عليها. نجي نشوف إذا عايزين ندرج تيبل أو جدول، نمشي من insert. insert ديها التابة الأساسية، إذا أنت عايز تدرج أي حاجة، عايز تعمل إدراج لصورة، عايز تعمل إدراج لسمارت أرت اللي هي أشكال زي دي كده، عايز تعمل ادراج لشيب اشكال زي دي كده، عايز تعمل ادراج لشارت، يكون لها بنستخدمها من الانسيرت. فاحنا عايزين ندرج جدول، بنمشي التابل، التابل ده فيه سهم اسود صغير كده في الاسفل، بنضغط عليه بيظهر لي مربعات. اذا انا اخترت المربعات دي على اليسار، معناته قاعد اختار عدد الاعمدة. اذا مشيت للاسفل، معناته قاعد اختار عدد شنو الصفوف. ضغطت كليك هينزل لي جدول على حسب الحاجة اللي انا اخترتها. مما الجدول نزل طوالي، هتلقى انه في الاعلى ظهرت لي تيبل تول جديدة فيها تو تاب، تبويبتين الديزاين واللي اوت للجدول.
الديزاين اختار ديزاين معين للجدول بدل ما اقعد اعمل له فورماتنج براي. عندي فورمات جاهزة للجدول بتاعي، عندي هنا نقطة بيضاء في الأسفل على الشمال دي ممكن أصغر بيها الجدول أو أكبر بيها الجدول. إذا مشيت على حافة الجدول بلقى علامة بلس دي، أنا ممكن أزيد بيها شنو سطر جديد. تمام، عايز أحذف سطر معين بجيب فيه بمشي للاي اوت بلقى في حاجة اسمها ديليت، بقول له ديليت رو كده حذفت سطر. عايز اضيف سطر بضيف بجيب في الركن بضغط بلس في الريبلاي او عن طريق التاب يقول له اضافة لرو، او رايت كليك انسيرت رو ده برضه بيضيف لي شنو رو معي. هنا بجي اكتب مثلا الموضوع عدد الساعات عدد الأيام جدول الدورة بتاعي. أنا هنا عندي كم موضوع، عندي 1 2 3 4 5 6 7 مواضيع. هنا عندي 1 2 3 4 5 بقوم بزيد تاني هنا 6 7. بيجي أظلل المواضيع بتاعتي دي أعمل لها تظليل كده كوبي، وبجي أظلل الرو بتاعتي أضغط كليك في أول خلية وأنا جاري على آخر خلية وأعمل بيست كده نسخ لي داخل شنو داخل الخلايا. المفاهيم الأساسية مثلا 6 ساعات عدد الأيام يومين بمعدل اليوم 3 ساعات استخدام الكمبيوتر 6 ساعات عدد الأيام 2 اللي هو الويندوز معالجة النصوص 9 ساعات عدد الأيام 3 جدول إلكترونية 9 ساعات عدد الأيام 3 قواعد البيانات 9 ساعات عدد الأيام 3 العروض التقديمية 6 ساعات عدد الأيام 2 اتصالات 6 ساعات عدد الأيام 2. كده الجدول بتاعي اللي أنا عملته بالنسبة لي. طيب احنا كبير اتكلمنا عن التظليل، قلنا عايز تظلل كلمة معينة تضغط دبل كليك عليها، عايز تظلل سطر كامل تضغط تريبل كليك 3 كليك مع بعض بيظلل لك سطر كامل. عايز تظلل الصفحة كلها عندك خيارين، يا اما تمشي للهوم في اخر جروب او كوماند اسمه editing عندنا خيار اسمه select تختار select all كده بيظلل لك كل الصفحة. ممكن تجي تكبر الخط بتاعه مع بعض تبقيه مثلا 14 كل الخط صفحة، ده التباعد بين الاسطر في الباراجراف ابقيه 0.1 1.15 1.5 بين الاسطر دي كل الصفحة. درجة اشتغل على حاجة معينة بضغط عليها تريبل كليك بجي اكبر مثلا الخط بتاعها اعمل ليها لون اعملها بولد مايل اندرلاين. عندي هنا تنسيقات جاهزة برضو ممكن استخدمها، هنا برضو محاور الرخصة الدولية اعملها بولد اعمل حجم الخط بتاعها 18 اعمل لها لون من الايه هنا اعمل لها خلفية لون بخلفية لون النص. دايرة رقم قائمة بتاعتي ما برقمها بيدي اكتب 1 و2 و3 و4 لا بظلل من اول عنصر لحد اخر عنصر. واجي هنا في الهوم في الباراجراف عندي هنا الترقيم بتاعي يا ترقيم رقمي مرتب او غير مرتب عن طريق النقاط والصح والضغط بكلها خيارات لقناة تانية. كده خلاص انا اي عنصر ازيده اعمل انتر بيجيب لي طوالي ترقيم شنو تلقائي للعنصر بتاعي ده. لما نظل للقائمة بتاعتي دي بلقى هنا في الرولة بلقى في نقطتين، النقطة دي عشان اتحكم في القائمة بتاعتي تكون للداخل والخارج، والتانية دي هيتحكم في بعد
الترغيم عن شنو؟ عن النص بتاع القائمة. ممكن أزيد التباعد بين عناصر القائمة هنا وهكذا كده. بتعيد كده، تقدر تعيد المحتوى بتاعك بتاع الرخصة. أي باراجراف لازم في بدايتها تكون في تاب كده مسافة، بعملها عن طريق الزر تاب الموجود على اليسار في الأعلى في الكيبورد. داير احفظ الكلام اللي عملته ده، بضغط على فايل سيف. بعد ما عديت المحتوى بتاعي، بعد ده خلاص بقى عندي المحتوى بتاع الدورة منسق وجاهز. بعد ده ممكن احوله لباوربوينت عشان اعرضه سوري، او ممكن اطبعه في شيت اوزعه للمتدربين، او ممكن احوله لنوع اخر. طبعا الويرد عندي عيب انك لو نقلته من جهاز لجهاز بتغير على حسب الويرد النازل في الجهاز الثاني. يعني انت الويرد 2013 وديته لويرد 2010 يمكن ما يشتغل لك، او يشتغل لك لكن يظهر ملخبط. او في ناس بيحبوا انه المادة التدريبية بتاعتهم ما يتم تعديلها، ففي الحالة دي بيحبوا انه يحولوها لبي دي اف. والبي دي اف الميزة بتاعته انه صعب التعديل، بيحفظ الفورماتنج والتنسيقات كما هي. زمان كان إلا ننزل برنامج في 2007 عشان نقدر نحول لبي دي اف، حسي في 2013 بقى الموضوع ده سهل. ما عليك إلا تمشي لفايل اكسبورت، عندنا خيار اسمه شنو؟ اكسبورت كرييت بي دي اف. اضغط على كرييت بي دي اف، بقول لك انت عايز تحفظ الملف ده وين؟ تعمل بابليش، طوالي بيحوله لك مباشرة لشنو؟ ل بي دي اف. كيف تضمن انه تاني ما حي الفورماتنج بتاعه ده ما حيتغير، حيكون شنو؟ ثابت. سوري. كده حولنا ليه بي دي اف. هعيد تاني، نمشي لفايل، عندنا خيار اسمه اكسبورت كرييت بي دي اف، بيحول لي مباشرة ليه بي دي اف. عندنا برضو خيار اسمه تشين تايب، دي انواع اخرى للتحول ل وورد من النوع القديم 2003 97، للتحول لبلين تكست نوت باد. فدي انواع اخرى برضو من شنو؟ من في ناس برضو بيحبوا انه يقفلوا الورد بتاعهم بشنو؟ بكلمة مرور اللي يدوها لناس معينين. في الحالة ممكن تمشي لفايل انفو، عندنا خيار اسمه بريدكت دوكيمنت. من البريدكت دوكيمنت عندنا حاجة اسمها انكريبت ويز باسورد، انك تأمن الدوكيمنت بتاعك بباسورد. هتكتب الباسورد بتاعك 1 2 3 اوكي، 1 2 3 اوكي كده. لما اديتك باللون الاصفر معناته خلاص انت كده امنت الدوكيمنت بتاعك. مثلا امنت وجيت قفلت، عملت كلوز للويرد. لما نجي افتح من جديد بيقول لي دخل شنو؟ الباسورد 1 2 3. وبعد كده هيفتح معاي ملف الويرد. عايز احذف كلمة المرور، برجع تاني لنفس الحتة واختار انكريبت ويز باسورد، واظلل الكلمة المرور انا عملتها دي، واعمل لها ديليت واعمل اوكي. كده معناتها خلاص فكيت كلمة المرور من شنو؟ من الويرد بتاعي. كده واضحة الفكرة يا شباب، كيفية اعداد مادة تدريبية. طيب مطلوب منكم ان اي دول يشوف له موضوع معين، اي موضوع على حسب تخصصك، تخصصك طبي، تخصصك هندسي، تخصصك اي شيء، تقوم تجمع لنا عنه مادة تدريبية، تنسقها لنا في شكل ملف وورد، تقوم ترسلها لنا على الجروب او في الخاص. ك
الكلام ده لازم يدعمني ان شاء الله اليوم، لانه عندكم فيديو جديد نزل، حيكون لفيديو بكره ان شاء الله، لا تتهدلينا فيه. الحاجه الثانيه، احنا كان عملنا واجب كده امبارح عن انواع المتزامن والغير متزامن، في بعض الناس رسلوا وما رسلوا الموضوع ده. عندنا أمثلة ل LMS اللي هي بسموها الـ Learning Management System، برامج بتاعة إدارة العملية التعليمية كاملة، من تسجيل الطالب لحد ما يخش في الكلاس، لحد ما تدي المواد بتاعته في شكل فيديوهات وملفات ويقراها، تقدر تقيمه بامتحانات وكده. في منصات جاهزة للكلام ده، زي المنصة اللي اسمها موديل، والبلاك بورد، والويبكس، والويز اي كيو، والجوجل كلاس روم، دي كلها منصات بتاعة ال ام اس ليرنينج مانجمنت سيستم كاملة. والموديل ده مجاني ومفتوح المصدر، ممكن تنزله بعد ذاك تعمل له كونفيجريشن انت براك، تضيف الكلاس، تضيف المواد، تضيف كده. عندنا تطبيقات بتوفر لك فيرتشوال كلاس روم، اللي هي غرف بتاع التدريس، فيها تعمل بيها ميتنج اجتماع او تدرس بيها دورة زي زوم. بوفر لك 45 دقيقة اذا كان مجانا، او مفتوح اذا كان بقروش، ناس يخشوا تدرسهم، ترفع عليهم ملفات، تستخدم سبورة بيضاء، تمام، تشيل تندس اذا كان مدفوع على القيمه، ده كله موجود. الجوجل ميت برضو بنفس الطريقه، بوفر لك برضو سبوره بيضاء، بوفر لك ان الناس تتكلم معك، تشوف ونشوفوك، كذلك المايكروسوفت تيمز، ومجموعه كبيره من شنو من البرامج بتاعه التدريب او التعليم، او انك تعمل الاعمال بتاعتك عن بعد. وضحت الفكره يا شباب؟ طيب هنقف لحد هنا، نشوف إذا كان في أي استفسار أو سؤال أو إضافة. أي استفسار أو سؤال أو إضافة؟ طيب خلاص، انا بنتظركم انكم ترسلوا الواجب ان شاء الله لحد ما نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.